السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة الفصل الأربعة ميكانيكا الموائع عاشر متقدم منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2015-2016. مسألة 6 كالعادة بنقرأ المسألة بالأخصاء لمعطيات ومطالب الرموز المناسبة. ما وزن الغلاف الجوي؟ رمز الوزن FG للأرض، جبت رسمي للأرض. إذا كان نصف قطرها R كابيتال، R كابيتال هي نصف قطر الأرض ويساوي كذا بالمتر، والضغط الجوي على سطحها، ضغط الجوي على سطحها رمزه P. فجبت لكم هاي الرسمي للأرض وللغلاف الجوي المحيط بها. نستخدم معادلة الضغط العامة P وتساوي ل F على A، المجهول هو FG، FG وتساوي ل P في A وتساوي ل P في، هذه هي مساحة الكرة، 4 باي R تربيع هي مساحة سطح الكرة. هذا الجديد عليكم، يا بتحفظها يا بدك تكون حافظها من السنوات السابقة. بنعوض ونحسب يطلع لنا الجواب 5.17 في 10 أس 19 نيوتن، وزن الغلاف الجوي. وفي أمان الله، من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن طلب العلا سهر الليالي.